اليوم كان معك للأسف في بعض الأحيان كتأسف ملي كتلقى مستثمر في واحد الميدان اللي هو ميدان ديال العقار وكيجي لواحد المدينة اللي هي مفتوحة على واحد المجال عقاري كبير وكيجي كيصطدم بواحد الواقع مر. حنا كاتحاد الوطني للصغار المتوسطين المنعشين العقاريين درنا واحد المجهود كبير باش حاولنا أطرنا واحد عدد كبير ديال المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين من أجل باش يدخلوا في المشاريع وكنسطر على هذه الكلمة المشاريع ديال السكن القليل التكلفة ديال 140,000 درهم اللي هو أنا كنعتبره مشروع ملكي محض باش نفكوا واحد العدد كبير ديال المشاكل على المواطنين وعلى سميتو. مع كامل الأسف اليوم كنصطدم بواحد الواقع ديال واحد رئيس جماعة قراوية ديال الشلالات اللي ربما في التراخيص كانت عراقيل كبيرة وتم التدخل من عدة أطراف، واليوم في رخصة السكن لا يعقل على أن من 22/11/2018 وحنا حاطين طلب ديال رخصة السكن إلى يومنا هذا بدون أي جدوى. أشنو كيقول هذا السيد هذا؟ مشينا طلبنا معاه لقاءات، جلسنا معاه، أشنو كيقول هذا السيد؟ كيقول لك مكنوني من هذوك الشقق باش يمكن لي نعطيكم رخصة السكن. هذا كنعتبره حنا في الاتحاد الوطني ابتزاز ابتزاز ثم ابتزاز، لأن ما يمكنش اليوم أنا عندنا اتفاقية مع الشركاء ديالنا اللي هي مؤسسة العمران ووزارة السكنة ووزارة المالية على أساس باش نهزوا هذا السكن القليل التكلفة اللي هو كيستهدف واحد الفئة ديال المجتمع المغربي، وكيجي واحد الإنسان اللي ربما باقي كيعقل على في الذهن ديالو على أن المغرب راه ما تغيرش. راه كنقول ليه اليوم المغرب راه تغير، وراه ما يمكنش لك اليوم باقي تستغل هذه الأشياء هذه في هذا الاتجاه اللي أنت فيه. اليوم أنا دائما لأن الضمانة الوحيدة اللي كانت عندي في هذه المشاريع هي ضمانة ملكية، اليوم كناشد وعاود كناشد وكناشد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيداه على أن على التسلط وهذا الاستغلال ديال الشخص هذا لرئيس الجماعة القروية ديال الشلالات بكل صراحة جميع أنواع الابتزاز مارسها علينا، جميع أنواع سميتو. كيف يعقل اليوم على ان في الاتحاد الوطني للصغار والمتوسطين المنعشين العقاريين غيمكن مازال نجيب واحد مستثمر ويثيق فينا وباقي كيتعاملوا مع مثل هاد الرؤساء، هاد رؤساء الجامعات اللي باقي ما بغاوش يفهموا بان المغرب راه تغير، راه المغرب اخر. هذا ملي كيجي كيبتز كيقول لك مكنني من الشقق من اجل باش نسلم لك رخصه السكن، هذا في حد ذاته كنعتبروا حنا ابتزاز ثم ابتزاز ثم ابتزاز. ولا يعقل على ان 22 في شهر 11 اليوم 28 في شهر 2 وباقي ما توصلناش برخصة السكن، بغينا يعطينا شنو هو التعليل بالرفض ديالو. دائما وكانت دارت واحد اللجنة في العمالة وصيفطوا ليه مراسلة، حتى هذه المراسلة حتى هي تجاهلها بأنه تمكن المنعش العقاري من رخصة السكن من أجل باش يلتحقوا الناس اللي عندهم منازل آلية للسقوط بالمساكن ديالهم. هاد السيد هذا كنظن كيتحدى كل شيء، ما عرفتش أنا كيفاش غادي نوصلها، ولكن كيتحدى كل شيء. إلا وصلنا حتى ولينا مشاريع اللي هي مشاريع اجتماعية محضة وغنلقاو فيها هذه المشاكل، أشنو غادي يقولوا في مشاريع أخرى؟ وفي خطابات جلالة الملك دائما كيقولوا الاهتمام بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وحنا الحمد لله هذا مشروع درناه في هذه المدينة اللي هي كنعتبرها مدينة جديدة، مدينة اللي فيها وعاء عقاري كبير، مدينة اللي ربما جايه في التنميه ديالها، ولكن بمثل هاد الاشخاص راه ما يمكنش تنمى هاد المدينه هادي وما يمكنش نزيدوا لقدام. مع العلم على انه درنا سكن قليل التكلفه في وسط المدينه الدار البيضاء وداز في احسن ما يرام، ولكن اليوم كنصطدموا بواقع مر، واقع مر، واقع مر. انا كنقولها وكناكد بانه ما واقع مر، وكنتمنى من المسؤولين على اننا ما نبقاوش نخافوا الى هاد السيد هذا، ما كاينش اللي يوقفوا عند حده، راه كاين القانون في البلاد. ما هو من 3 ديال الاشهر وانت الناس حابس عليهم رخصه السكن من اجل الناس باش تلتحق المساكن ديالها، اشنو شكون انت؟ اش كتعني؟ حنا راه كنعرفوا في هذه البلاد هذه الله الوطن الملك وبضمانات ملكيه باش خدمنا في هذا السكن القليل التكلفه، وباقي كنقولها سكن القليل التكلفه، وكنطلب من المنابر الاعلاميه ومن ضمنهم المنابر اللي اليوم انا كنسجل معاهم باش يدخلوا لهاد الشقق ويشوفوا الجوده ديال هاد الشقق ويشوفوا حس المواطنه اللي كاين عند المستثمر اللي جا واستثمر ونجز السكن القليل التكلفه في هاد المنطقه هذه. ومن هذا المنبر كناشد جلاله الملك وكناشد المسؤولين على انهم يوضعوا حد لهاد الابتزازات، لان ما يمكنش لنا نبقى واقفين ونتبتزوا في المغرب 2019، راه ما يمكنش هاد الشيء خصو يتوضع عليه حد. Thank you.
إلى عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في قناة مدينة نيوز والضغط على زر الإعجاب لكي يصلك كل جديد.